باب وجدار عصر البتول، أهكذا يجزى الرسول؟ أهكذا يجزى الرسول؟ أهكذا يجزى الرسول؟ أهكذا يجزى الرسول؟ يا شمس العالم بليل تركتني غريبة أسحب ذيالي وعاني، أشم تراب قبرك يا حبيبي، ولك أشكي يا أبو القاسم زماني. تركت البضع يا والدها بعدا إلى أسهام الدهر تجرح كياني، بمان الله يا نور الدنيا ريتك تضمني بهالقبر هذا أماني، تضمني بهالقبر هذا أماني. رسول الله حبيب الله، رسول الله حبيب الله، أطالع في عيونك يا الحنونة وخجلان اعتذارات بعيوني، أنا ظهرها وأتأمل في عطفك، وأنا الدوم بحنانك تغمريني، إيه وأنا الدوم بحنانك تغمريني. لخادم أهل البيت الشاعر أحمد رضي. حياتي تلخصت في لحظة واحدة في دمعة واحدة، وانتي تعرفيني، لأن بعد استمع صوتك يا زهرة تناديني يا كرار عصروني، تناديني يا كرار عصروني. إيه يا حيدر قوم عصروني القوم، يا حيدر قوم عصروني. يا بويا خان والقوم الوصية، ولا راعوا كتاب الله ونبيه، وعلى دار يا ابو القاسم تعنى عدو والله وحرق بابي علي. يا بويا شوصف احوالي ومصابي، بعد عينك دهتني كم رزية، وخلي المحسن خبرك ويعدد رزايانا يا حماي الحمية، رزايانا يا حماي على باب جمع. يا ابو القاسم الحطب على الحور ما اعتدوا، وكل عين
العز ينسلب واني حزني من بعد رحيلك لينكتب ايهم من كسرة الضلع غدا الموت تي سبب غدا الموت تي ولا حدر انظره يقيدون بالحبل اني قلبي الولي بعد هذا شيحتمل الى ربي اشتكي بدمع عيني هالفعل ولا المحشر انتظر من الحاكم العدل من الحاكم العدل من الحاكم العدل كأن المحسن ينادي يا ابويا ما سمعت امي ترى معصورة خلف الباب وانا مني نزف دمي قوم لها وعاينها ما ظنها بعد تقدر لطموها وضربوها عصروها وتتصبر عصروها وتتصبر ما بين أصحابك وتدري عن أصحابك ما ترحمنا يظلمونا يا أبو القاسم كأنك ما وصيت ابنا قالوا يكفي يا زهرة لابنو حجتي أعدينا لا تظني بكثر نوحج من موتة ترجعينا من موتة ترجعينا يا زهرة شفتي أحوالي أنا صابر يجروني أنا اللي نكس الرايات رضيت إنهم يذلوني لجل الشرع يا زهرة أصبر واحتمل أكثر لو مهما جرى عليا تبقى مصيبتك أكبر تبقى مصيبتك أكبر ملعون من صف الحطب على باب بيت النبي